السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الفنان قحطان العطار اللي موجودة مقبرة وادي السلام. طبعا هاي هي مهدية، هي اللي ربت أخوها مهدي قحطان العطار، وانتقلت إلى رحمة الله في 15/1/1996 وتم دفنها في مقبرة وادي السلام. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة لذكر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد الفاتحة. يمها يعني اللي يقبوحنا اللي هم عدنان وطالب، تعالوا حتى هم ايضا قرار مشروع بنيان جديد، لذلك صارنا اكثر من ساعتين ندور على القبر يلا قدرنا نحصله بصعوبه. رحم الله من قرأ سوره الفاتحه الى ارواح اخوان مهديه صالح او اخوان الفنان قحطان العطار اللي هم طالب وعدنان مسبوقه بذكر محمد وال محمد، اللهم صل على محمد وال محمد الفاتح. صار لنا اكثر من ساعتين ندور على قبر المرحومه مهديه صالح الحاج مهدي الكناني اللي هي اخت الفنان قحطان العطار اللي موجوده مقبره وادي السلام. بعد ما طلبوا من عندنا الاصدقاء ومن اصدقائنا طلبوا من عندنا ان نوصلها ونصورها، لانه تعتبر هي الروح اللي ربت وقدمت كل شيء لاخوها قحطان العطار، هي اللي ربته وهي اللي كونته حتى هو اصبح فنان موهوب، وهو حاليا موجود بالخارج الفنان قحطان العطار. بالنسبه للاصدقاء اللي يطلبون من عندنا ان نوصل الى قبور الفنانين والشعراء اللي موجودين مقبره وادي السلام،
اللي هم كلش هواي موجودين هنا، بس احنا ما نندل قبورهم. يعني اللي يندل القبور مالتهم او قبر اي فنان او اي شاعر او شخصية من الشخصيات حتى يتواصلوا ويانا على الخاص ويدلينا بالقبر مالته حتى احنا نوصله بسهولة. اما التعليقات السلبية اللي جاية على القبور، انت تصعد براس الميت او هذا الميت يتجاوزون على الميت، يعني انتم العدل لا سلم من عندكم ولا الميت سلم من عندكم، يعني انتم ما اعرف شنو من بشر شنو من ملة انتم. اذا كان هو مسيء او مخطئ فهو يم رب العالمين، ما يجوز عليه غير الرحمة، هو اللي حاسبه. هو اذا كان محسن او مسيء رب العالمين هو اللي حاسبه. اذا كنت انت احسن من عنده فنشوف نشوف انجازاتك اللي قدمتها. اما هواية شغلات او سلبيات اللي جاي نشوفها من بعض الناس، هذا يقول ليش ما تبني القبر مالته، هذا يقول ليش ما تخلي له صورة، هذا يقول ليش ما تسوي له ترميم وما اعرف ايش. احنا الحمد لله والشكر الاجر مالتنا وثوابنا وصلنا من وصلنا وقرأنا له صورة الفاتحة ودلينا الناس او المحبين به. اما انت خلينا نشوف انت انجازاتك، تعال ابني خلي له صوره، سوي له ترميم القبره بدون ما تحكي. اول شيء انت قدم وبعدين سولف، لان انت بس حضرتك جاي تحشيش وجاي تتجاوز وجاي تحكي. اما اللي الاخوان اللي طلبوا من عندنا ان ننظف مقبره وادي السلام من النفايات من الأبطالة اللي موجودة وهاي الدبات اللي يذبوها، فأنتم يعني جاي نشوف هاي اللي تحكي عليها يعني مو سهلة حتى واحد يقدر يتصرف بيها وينظف كل المقبرة، لأن مثل ما تعرف المقبرة هي وصلت إلى تقريبا خان النص، وهاي تحتاج لها أموال طائلة وتحتاج إلى أيدي عاملة. يعني هذا الشخص اللي تجيبه و تريده يشتغل لك وينظف لك، فهم يريد هم عنده عائلة، يعني هم يريد فلوس. فذاك اليوم وحدة من الأخوات راسلتنا من ألمانيا وقالت بلكي يسوي حملة على تنظيف هاي المقبرة، وقلت لها يعني بلكي تدزينا من يمك فد شدة شدتين حتى نطيها للعمال اللي ينظفون هنا. بعد ما ردت على التعليقات، فاللي يريد خلي يسوي حملة، خل أول شيء خل يقدم دعم مادي للناس البسطاء اللي موجودين هنا أو العمال حتى هذول يشتغلون ويقدمون وينظفون لك المقبرة أو ينظفون لك المقبرة مالتك اللي أنت تريدها، مو حضرتك أنت قاعد وتشرط وتأمر وتريد الناس تشتغل عندك. فقدم اللي تقدر عليه وانطل الناس حتى الناس تشتغل خطية، لأنه أصحاب عوائل ويردون معتهم بس ما ينفون لك بلاش ولا يشتغلون لك بلاش. حلقتنا لهذا اليوم من مقبرة وادي السلام يم قبر المرحومة مهدية الحاج صالح، الحاج مهدي أخت الفنان قحطان عطار. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد، وانتظرونا حلقة قادمة إن شاء الله. الحقيقة احنا جاي نشوفه جاي نتعب ونصور ونروح، بس انتم ما تقدمون لنا اي دعم ولا تفاعل بالقناة. من مقبرة وادي السلام الى جوار قبر المرحومة مهدية صالح الحاج مهدي الكناني اللي هي اخت الفنان قحطان العطار اللي موجودة بمقبرة وادي السلام. بعد ما طلبوا من عندنا الاصدقاء ان نوصلها اليوم صار اكثر من ساعتين ندور على قبرها، يلا قدرنا نوصله لانه كان القبر قديم ومغيرينه على هذا الشكل، فلذلك بصعوبة يلا قدرنا نلقاه ونعرف القبر مالتها. والى جوارها ايضا على مسافة قريبة هم قبور اخوانها اللي هم عدنان وطالب الله يرحمهم اللي موجودين بهذا المكان. اتمنى ان تقدرون هذا التعب وتتفاعلون بالقناة وتخلون لايك للفيديو واشتراك للقناة وتتفاعلون ايضا وتسوون مشاركة رابط القناة والى اهل
والأقارب والأصدقاء حتى تصعد قناتنا لكل الناس، لأن أنتم جاي تطلبون من عندنا وإحنا نلبي طلباتكم، بس أنتم ما جاي تتفعلون قناتنا ولا تسوون دعم للقناة ولا لايكات للفيديو ولا اشتراك للقناة. وانتظرونا بحلقة قادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.